غتسولوني في لي كومونتير غتقولوا لي المطار اشنو وقع ليه. الوغ لي ديتاي غنقولوا لكم في الفلوغ الماجي ان شاء الله. الو الو السلام عليكم. صافا خويا كلشي مزيان؟ قول لي جبتي لي الكروه. جبت لك ديك الكروه ولكن ما تعطلش عليه. شحال اخويا الوقت؟ شحال عندك؟ 10 دقائق. صافي خويا انا جاي عندك دابا. قول لي حدا ستاسيون ياك. صافي انا جاي اخويا تهلا دابا الدراري ليتس جو. ماشي 10 دقائق ارى لي. السلام عليكم. وي كرم. وي خويا فين؟ احنا وصلنا صافي. انا جاي عندك حيت كنت كندوش. ماشي مشكل بالصحة والراحة. معايا لو ميكانو غادي يجيو نصابو الدراجة النارية. يلا باش اوكي مرحبا. وصلنا جبنا لو ميكانو وجبناه من الخدمة. يلاه سهلة. هو سفيان معانا دونك غادي نركبو لا كوغوا ديال تي ماكس باش غدا ان شاء الله نفيقو ندوزو واحد الحد سويون فاعل شارك ان شاء الله. الكروية هادي تي ماكس راه خلينا هنايا في الكراج. الدر ياسين هو اللي خلى لنا الموتور هنايا. اول حاجه خصنا بريز ديال الضو. هو ياسين هو اللي بقى عنده الموتور في الكراج دونك اون سيمين هو راه دار ليه الباش تما. ها هو الغابطوغ ديالو. تهلايتي فيه ياسين؟ دابا كاين شي بريز هنا كان هنا غادي احسن. أين شطو خصني نطفي الموتور الفوق باش نديرو هادي في البريز باش نحلو الفاريو. دابا طلع عندنا صعيبة هادا. غنبقى الموتور محطوط بزاف البنو تفش دونك صعاب علينا باش نفعلو. كما كتشوفو هنايا هاهي الكروة. الناس اللي مكديش لونتخوتيان ديالها في الوقت بحال بعضها. الناس اللي ما كيتكيسوش شحال شحال مسطي ولا ما كتلاحظوا هذا هو التبصيل. يعني لابيس اللي كتخلي تعطيك واحد ديبار خارق. سي ان فاريو جي كوستا. دابا المشكل عندنا هو ان الكروه تفرتات ودارت لينا هاد العيبه هادي. يعني باش نحل باش نعالجوا المشكل خصو يتحل هادشي. هذا كاين الرسور هنا ماشي ساهل. لا بروبليم عندنا حنا في مشكل ديال خاص دابا هذيك غتنيطواي ان شاء الله. ان شاء الله لي زامي راه قدرنا باش نحيدوا هذاك التعنكيشه تما. داتنا بزاف ديال الوقت تقريبا شي نص ساعه. يا مزيان شاكل شي حد هنا كتشهدف نزيدو شي عاودنا تلاقينا لي زامي ثلاث مرات في عين دياب.
باش نتيستيو. طيب مليحة. السلام عليكم. هوب مزيانة صابية مغشي مزيانة لفر سيركل مزيان مقيقي. دونك تريز امبورطون بون كونسيل اللي عطي لكم الدراري فاش بغاو تحطوا ديما كسيري واحد شويه باش لا فورش ما تاكلش العصا كيما غنوريكم دابا في التصويره. سيركل نقي. السلام عليكم. عندك كاميرا؟ شديت واحد التصويره. شوف شديت شي حاجه زوينه. انت اش باغي؟ انت سير بحالك. ضرب هنا درتي ليا لايك. تلاقينا مع هاد وليدات زوينين اللي دائما كيشجعوني ياك. انت عز عليك تيماكس. شكون عز عليك تيماكس؟ لي زامي وصلنا لافان ديال لا فيديو. جيسبر تكون عجبتكم اي جيسبر تكونوا استفدتوا من الخطا ديالي يعني خطا فادح في الميدان. الحمد لله ما وقع حتى شي حاجه. اللي خايب هو ان باغ اكزومبل تاوندوماجي لك واحد البياسه مي كيجر معاه دوطخ بياس يعني كي يقدر يوقع لك مشكل اخر. بالنسبه لونتروتيان ديال لاكوغوا راه كل 20 كيلومتر خاصها تبدل تشونجا من الاحسن اي كل 2000 ولا 3000 مع لونتروتيان ديال يعني ديال لي غالي و لو فيدونج ديال الزيت خاصك طل تشوف ليطا ديالها واش باقا خدامه ولا صالحه ولا ما صالحاش. تيستيت معكم لاكوغوا كما شفتوا في لا فيديو امور الحمد لله كلشي خدام مزيان الله يسخر. بالنسبه للثمن دري غير سولو شحال تقامت عليه راه فير. وفيت كاين دو تيب دو كوغوا. كاين لاكوغوا الاولى اللي هي ياماها دوريجين هاد الثمن ديالها غيبان لكم هنايا. اي كاينه لاكوغوا جي كوستا حتى هي هاد الثمن ديالها هنايا. جو ريكوموند الناس اللي عندهم الفارياتور جي كوستا يديروا لاكوغوا دو لا ميم مارك اللي هي جي كوستا باسكو كتكون بلو رانفورسي دونك كتحمل السخونيه والحراره مسائل ما كتقطعش فاسيلمون. انا هاد المره ركبت لاكوغوا اللي هي ياماها دوريجين. علاش؟ حيت باقا ما وصلتنيش لاكوغوا جي كوستا. صافي وصلنا للفلوغ الثالث دونك تسناو الفلوغ الرابع ان شاء الله السيمانه الجايه. نخلي لكم انستغرام ديالي هنايا ونخلي لكم اوسي لو ليان واتساب في لا ديسكريبسيون بور كوموندي لي برودوي ديالي. شكرا للناس اللي كتشري لي برودوي ديال باد رايدر. يتلاقاو فلوغ جاي فلوغ الرابع ان شاء الله. اولويز مان عمان.